محطتنا الثانية بنزور فيها محافظة الأليوبية، تحديدا بنزور فيها بنها، بنها المركز، بنها المدينة، بنها الحاضر والماضي والمستقبل، بنها نقطة التقاء وجه بحري، واللي ما كانش حد بيسافر أو يروح ويجي غير لما يعدي على بنها. المهم النهاردة سيادة المحافظ، محافظ الدهلية الأليوبية آسف، اللي هو الهجان عبد الحميد الهجان، بيقول لك يجري جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها. ده كلام في منتهى الجمال، لسيادة المحافظ يسيب المكتب المكيف بتاع سعادته ويركب العربية المرسيدس أحدث موديل بتاع سيادته، ويمشي قدامه ووراه وعلى يمينه وعلى شماله الموكب بتاع جنابه، ويروح يتابع المشروعات اللي موجودة في مدينة بنها. دي حاجة عظيمة جدا يشكر عليها سيادة اللواء المحافظ. لكن كمواطن تخيلت سيادة المحافظ رايح يتابع مشاريع التعليم، مشاريع الصرف الصحي، رايح يشوف الوحدات الصحية اللي موجودة في بنها واللي بتشتكي انها ما فيهاش خدمات ولا موارد ولا اطباء ولا اجهزة. قلت سيادة المحافظ هيروح يشوف مية الشرب بنها على بعد كام كيلو متر من نهر النيل، ورغم كده المية بتنزل، الحنفية بتنزل مية بسكر، مش عايز اقول لك مية بمجاري. اكتشفت ان سيادة المحافظ اتعدى من العدوى اللي شغالة عند السادة المسؤولين في البلد، واللي لما حد فيهم بيتكلم عن مشاريع قومية او حد فيهم بيتكلم عن انجازات، المفروض انا كمواطن افهم حاجة، وهم المفروض بيتكلموا عن حاجة تانية وهي الطرق والكباري. المشاريع والانجازات في بلدنا بقت فقط طرق وكباري. سيادة المحافظ لما بينزل يتابع التطوير والمشاريع بيتابع الطرق والكباري. شوف كده الاخبار دي من كام يوم اللي فاتوا، قال لك محافظ الأليوبية يتابع تطوير ورصف شارع الكوبري والمشروعات بمدينة بنها. مشروعات يعني اللي بيقصد بيها سيادة المحافظ الرصف. محافظ الأليوبية ايضا يتابع رصف مشروع الترعة الباسوسية بالقناطر وفريد ندى ببنها. سيادة المحافظ ايضا يتابع مشروعات الطرق والكباري والرصف ببنها. سيادة المحافظ رغم كل هذه المتابعات وكل هذه المشاريع اللي بيتكلم عنها سيادة المحافظ، وبقينا عارفين كده خلاص، سيادة المحافظ لما يقول لك بتابع مشاريع بيروح يتابع طريق بيترصف، بيروح يتابع وهم بيحطوا بلاك اسود ومنيل بنيله فوق شويه رمله ويقول لك رصفنا الطريق. رغم كل هذه المشاريع وكل هذه المتابعات لسياده المحافظ للطرق والكباري، الا ان طرق وكباري بنها فضيحه. فضيحه، عارف فضيحه سمول لما طلع على المعاش؟ هي دي الفضيحه اللي موجوده في الطرق والكباري اللي موجوده في بنها رغم متابعات سياده المحافظ. خد كده سعادتك هبوط ارضي بكوبري بنها والمرور قفل طريق اسكندريه الزراعي، رغم ان كوبري بنها ده لسه معمول بقاله ما كملش سنه او تم تطويره قبل سنه. الخبر اللي بعده ايضا من مشاريع سياده المحافظ، اصابه 15 شخص بينهم اربعه من طاقم اسعاف في حادثه تصادم على طريق بنها الحر. الطريق ده ايضا اتصرف عليه مليارات خلال الكام شهر اللي فاتوا. دي ايضا مشاريع سياده المحافظ، اصابه 11 واحد في تصادم عربيتين على طريق بنها الحر، لان الطريق معمول غلط بدون اشارات بدون منحنيات بدون ارشادات، والطريق مرصوف غلط. حوارات للصبح. الخبر اللي بعده ايضا من بنها، قال لك حادث بطريق بنها مصرع والد عروس عروسه واصابه ثلاثه اخرين، ده اثناء العوده من الزفاف. ده الكلام ده كله خلال الكام شهر اللي فاتوا. ايضا في طريق بنها او الطرق، حوادث الطرق في بنها، مصرع طفلة وإصابة ستة في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر. وهتفضل بقى تحكي من هنا لحد بكرة الصبح. سيادة المحافظ قال لك بيتابع المشاريع، رحنا ندور على المشاريع والإنجازات لقيناها طرق وكباري ورصف، رحنا نشوف النتيجة لقينا النتيجة زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش يوم بيعدي من غير حادثة، مفيش يوم بيعدي من غير مصيبة. المطرة لما تنزل بتبوش الطريق، كوبري بيتفتح بعد شهر اتنين بيقع او بيهبط، والمشاكل زي ما هي، الازمات زي ما هي، رغم المشاريع ورغم التطوير ورغم التقدم اللي بيكلمنا عنه سياده المحافظ. طب ما تيجي يا سياده المحافظ تبص بصه كده على الصرف الصحي في بنها،
طالما انت بتنزل تتابع، طب ما تتابع لنا كده مشكله الصرف الصحي اللي موجوده في بنها بقالها 7-8 سنين لحد النهارده ومحدش حلها. شوف كده ميه الصرف بتغرق شارع جميل ببنها. طبعا شارع جميل ده اهالي بنها عارفينه، الشارع اللي فيه كل المصالح الحكوميه، محكمه بنها وبنك القاهره وبنك بنك اسكندريه والمراكز الطبيه، كله موجود في شارع جميل، ورغم كده الشارع ده ما بيفضاش من ميه المجاري طول السنه. ميه الصرف الصحي غرقت حتى المقابر ببنها، ورئيس الوحده المحليه قال لك بنحاول نحل المشكله دي. كده مقابر في بعض القرى في بنها وميه الصرف الصحي مغرقه المقابر بالشكل ده. ازمه الصرف الصحي في بنها بيعاني منها على الاقل 14 قريه. والكلام ده كان تحت قدام البرلمان من 2020، بالاضافه لتسع قرى بتنتظر تعديل قرار نقل تبعيه ارض محطه المعالجه. الاهالي بيقولوا الصرف سبب انتشار الامراض. احد النواب اللي هو مجدي سيف قال قدمت طلب احاطه والساده المسؤولين ما نفذوش الوعود. طبعا يا سياده النائب، الساده المسؤولين بينفذوا حاجه واحده فقط، هي الطرق والكباري وزراعه ال 100 مليون شجر بس. دي الانجازات وده جدول اعمال الساده المسؤولين في بلدنا، الساده المحافظين رؤساء مجلس المدن، فقط يشوف الكوبري، شوف الطريق اللي اترصف، ويروح يزرع كام شجره، ويبقى كده هو بينفذ التعليمات، لان الكل من اول فوق لحد تحت بيعمل نفس السبوبه، هي دي السبوبه اللي كلهم شغالين. شوف بقى الاخبار بقى، شارع عيسى الجزار في بنها ده غرقان على مدار اليوم بسبب الصرف الصحي، ايضا ميه الصرف الصحي بتغرق قرى بنها زي مثلا قريه بطا التابعه لمركز بنها، ولما فشلوا في حل مشكله الصرف الصحي جات لهم ايضا مشكله ميه المطر اللي بتقف من اول الشتاء لاخر الشتاء او لاخر الربيع في شوارع بنها. طار غزيره بتغرق شوارع بنها، والمواطن بيشتكي من تراكم الميه، والكلام ده كان قبل ايام. الامطار بتغرق شوارع القليوبيه، وفرق الطوارئ تحاول كسح الميه. قرى بنها غرقانه في ميه المطر، سياده المحافظ نايم في العسل، سياده المحافظ بيتابع الطرق والكباري. معايا فيديو لبعض شوارع مدينه بنها واللي مع الاسف غرقانه بسبب المطر والصرف الصحي، نتابع. دي شوارع بنها سياده المحافظ، يعني حتى انت لو عملت رصيف او عملت اسفلت، الاسفلت المواطن ما بيشوفهوش، المواطن ما حسش بالاسفلت اللي سعادتك عملته، لان ميه المجاري والمطر مغرقه الاسفلت. الميه لما وقفت في الشوارع كده اتسربت لشبكه ميه الشرب، فبقى عندنا ميه القليوبيه او الميه في بنها، رغم كلام الساده المسؤولين والتاكيد ان ميه بنها وقليوب سليمة وخالية من أي تلوثات. حط لي الخبر كده في البداية، السادة المسؤولين قال لك إن المية في بنها وقليوب مية فل، شمعة منورة، مفيش عليها غبار، رغم شكاوى المواطنين. شوف كده من 2018، من 2018 قال لك شكاوي من تلوث أو شكاوى من تلوث مية الشرب في مدينة بنها. 2019 أهالي منطقة كلية علوم ببنها بيشتكوا من تلوث مية الشرب، والشركة بترد وقالت ما حصلش. 2020 مية القليوبية اتلوثت بسبب المواطن والطرمبات الحبشية والصرف على النيل. 2021 تلوث المية بالقمامة والحيوانات، لدرجة ان طريق الرياح اللي هو الرياح بنها اللي قدام شركة المية كله حيوانات ميتة وكله مجاري. كل ده كان اول رد من الدولة عشان نختم الموضوع، هي منح شركة المية والصرف الصحي في بنها 6 شهادات جودة. 6 شهادات جودة، خبر اهوت يقول لك حصول مياه القليوبية على 6 شهادات جودة للإدارة الفنية المستدامة. 6 شهادات جودة، والمواطن بيموت بسبب الصرف الصحي وجاله أمراض، والشوارع ما بتفضاش من المجاري، ومية الشرب ملوثة وبتنزل متغيرة، لكن احنا دايما الفاشل بنكافئه.
والفاسد بنرقيه. ده اللي حصل في شركة المية في بنها. بشكر سيادة المحافظ النهاردة اللي كان بيتابع الطرق والكباري وسايب المواطن بيموت في الصرف الصحي.